الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية باسمي وباسم كل زملائي في القسم الرياضي بموقع صدى البلد وقنوات تلفزيون صدى البلد أن أرحب باسمكم جميعا لمعالي الوزير. أولا احنا برحب بيه، ده بيته وهو حاسس طبعا كويس جدا، واحنا حاسين معاه التطور اللي بيحصل في مصر في المجال الرياضي، وعاوزين نقول له يعني انت رفعت راس الرياضة في مصر كلها. حقيقة النهاردة عيد من اعياد صدى البلد لاحتفالنا وترحبنا بالاخ الفاضل معالي الوزير اللي احنا بنكن ليه كل تقدير واحترام لعمله والمجهوده والوفاء والاخلاصه للرياضة والمصر. الراجل طبعا تاريخه الرياضي كلنا عارفينه، تاريخ الرياضة تاريخ مشرف وبيلتزم بالقيم، بيلتزم بوجوده كرياضي لكن بقيم الرياضة الأخلاقية. عشان كده النهاردة عنوان الإعلان عن هذه المبادرة مهم جدا، وهي لا للتعصب. لا للتعصب دي نبعة من رجل خلوق عاوز يبث الخلق الحميد بتاع الرياضة، ونحس ان احنا كلنا مع بعض بنحب بعض، الغالب غالب والمغلوب مغلوب، وبكرة هيتغير هيبقى العكس وهكذا. حقيقة مبادرة جيدة جدا ومبادرة مهمة جدا في المجال الرياضي، ويعني احنا متوقعين كتير الفترة اللي جاية من معالي الوزير بعد نجاحه والتألقه اللي حصل في 2019 لما نظم بطولة الأمم الأفريقية، وكانت أعلى نجاح. أنا شفت، أنا كنت حابب أروح هناك وشفت الحقيقة النجاح الباهر وسمعة مصر في الخارج نتيجة العملية دي. أنا يمكن لي اتصالات بره كتير وبشوف انطباعات أي حدث دولي أو عالمي في مصر، بحب كده أكلم أصحابنا بره وبتاع. فالحقيقة من العلامات الكبيرة اللي عملت ايمج محترم للرياضه في مصر وللحكومه المصريه كان موضوع البطوله الافريقيه. وبعد كده بقى ربنا فتح علينا ودخلنا بقى في بطوله العالم لكره اليد، ودخلنا قريب للتنس، وخدنا سكواش. والحقيقه اهم ميزه انا معجب بيها جدا لمعالي الوزير انه ما اهتمش بكره بس. يعني الحقيقه دي حته مهمه جدا. اولا هو وزع الفيجن بتاعته كلها على مستوى مصر كلها في كل محافظات مصر، حتى دخل في مراكز الشباب وبدا يتحرك ويشوف طلباتهم ايه، وده مهتم جدا بالشباب والفتيات. ثم انطلق بعد كده لعمليات بقى ايه التحدي العالمي اللي احنا بنشوفه بعد على مستوى البطولات سواء الافريقيه او البطولات العالميه. معالي الوزير انا مش عاوز اطيل، عارف وقت حضرتك ثمين جدا، وعارف انه انت ليك دور كبير جدا، واعتقد انه السياسة اللي قام بيها معالي الوزير هي سياسة تنبع من وفاء وإخلاص القيادة السياسية للشباب ودور الشباب وأهمية هذا الدور. يعني شوفوا سيادة الرئيس النهاردة كل خطه من ساعة ما تولى لغاية النهاردة بيتكلم عن الشباب والمرأة، الشباب والمرأة. فلما تبص بقى على كل مناحي الحياة اللي عملها للشباب ومنها الجزء الرياضي اللي احنا بنتكلم عنه، هتقول هذا رجل عظيم له فيجن محترمه لتطوير دور الشباب ومشاركه الشباب سواء في الحياه السياسيه او الحياه الاقتصاديه او الحياه الرياضيه كمان. النهارده انا سعيد جدا مع الوزير، انا مش عاوز اطيل لكن بصماتك واضحه، وبنهنيك على كل النجاحات دي كلها، وبنتمنى لك دايما التوفيق في كل حاجه. وصدى البلد دي يعني بيت حضرتك، على استعداد يروح معاك في اي مكان ويعمل كل اللي انت عايزه عشان نقدم مصر الرياضيه بصوره جديده. وانا بقول لكم انا شاهد اهو، يمكن دخلنا لما فزنا وطلعنا الدوري الممتاز ما تتخيلوش، ده كان بتشجيع كامل طبعا من الفريق، وانا بحيي فريق كليوباترا اللي قدر يعمل الانجاز الكبير، ثم تشجيع البلد، النظام، المصداقيه، إدارة الأزمات، في مشكلة في حد قائد أمين عادل بيحلها، دي بتخلق مناخ طيب للاستثمار. ومن هنا احنا قررنا ككليوباترا ان احنا هنخش المجال الرياضي ومجال الكورة بالذات، وهنحيي فريقنا وهنعمل فريق ان شاء الله ربنا يوفقه، وهنساهم بكل ما نقدر نعمله في مجال الكورة. انا بحيي الحقيقة الحضور مرة اخرى،
وبرحب بالاستاذ احمد موسى الراجل مشرفنا النهارده، هو راجل رياضي على فكره وذات الخلق الدامس المحترم من غير تعصب، وده مثل الحقيقه يحتذى به. وفي النهايه يعني مره اخرى مع الوزير انت شرفت ونورت مكانك، واحنا كلنا جنودك وتحت امرك في اي حاجه. بعد صدى البلد على طول، وزير راح المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.